والله ان الناس اللي بتقدم الاغاني دي مش حاملين تصريح من النقابه، الناس دي مش حاملين تصريح من النقابه، الناس دي بتعمل فيديوهات من بره لبره. في منهم ناس التزمت واحترمت نفسها. ابسط دليل على كده مثلا، يعني لما تيجوا تدوروا على غلطات مثلا واحد زي الشاكوش دلوقتي في الاغاني، هل في كلام مسيء؟ لا. واحد زي عمر كمال هل في كلام مسيء؟ بيكا هنرجعه تاني، وانا بقولها البيكا من هنا على الترابيزه دي، انا عدت لك حقك الادبي والانساني ورجعتك، هتلعب لي دور الهبل تاني بتاع كاليفوريا وكالابوريا والحاجات دي، هرجعك تاني للكالابوريا والكاليفوريا. اللي هيستخف دمه على حساب ان تتشتم النقابه او تتقذف هعتبره زيه زي المسيء بالظبط. هتستخف دمك عشان تعملهم شويه او تعملهم حبه تطال نقابه المياه الموسيقيه بان يقول لك بص ادي اللي النقابه مديالك، هتستظرف، هنوريك طعم الاستظراف تاني. اللي هيعمل عبيط هندوقه من العبط، واللي هيعمل اهبل هناخده على المصحف العباسيه. فالحاجات دي يا جماعه ده راجل صانع نجوم، فاهم كويس جدا مين اللي بيبقى قاصد بالمحتوى بتاعه ان هو يجذب الانتباه، ومين اللي بيتكلم بعفويه بجد. يعني شعبان عبد الرحيم هو ياما قال من الحاجات دي كتير، وكانت الناس بتعتبرها خفه دم. لكن لما تطلع انت تبقى قاصد تعمل ده عشان خاطر الناس تتكلم عليك فتتشتم النقابه، لا انا عادك في بيتكو، عشان لما تتشتم تتشتم انت بعيدا عن نقابه المياه الموسيقيه، سواء كان اسمه مصطفى كامل او اسماء الساده الزملاء اعضاء مجلس الاداره. اللي هيستهبل معايا اوعى تجربني. انا من اول ما شفت الفيديو بتاع كاليفوريا وكاليفورنيا ومش عمال يعملها كده وانا فاهم ان هي ادوات جذب، اوعى تعمل معايا الحاجات